بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما يليق بكمالك وعد كماله. أما بعد، نبدأ دروس الفقه في هذا المكان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في صحيفة حسنات من أنشأه، فضيلة المرحوم الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الله شحاتة، وأن يجعل ذريته على ما كان عليه من نهج، وأن يجعل هذا المكان مباركا على أهله وعلى أهل المنطقة، ويجعله منارة لنشر الإسلام والفكر الصحيح كما أراد منشئه، وأن يوفقنا لذلك ويتوفانا على ذلك. أما بعد، الفقه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. فالفقه لغة هو الفهم، يقول فلان فقه المسألة يعني فهمها، وهي مستمدة من فقه ولا فقه ولا فقه. لو فقه بالكسر يعني فهم وزنا ومعنى، فقه زي فهم وزنا ومعنى، الاثنين على وزن فاعلة، كويس، يبقى فقه فهم. طب فقه بالضم يعني صار الفقه له سجية، يعني أصبح الفقه الفهم فيه سجية، يعني بقى واحد فهيم. مش في ناس يقول لك الدجال ده اسمه فهيم؟ فهيم من فهيم، يعني فهيم ده تقول عليه فقه. فقه يعني صار فيه سجية، يعني يفهمه وهي طايرة، زي المصريين كده يقول لك احنا نفهمه وهي طايرة، يبقى فقه. لكن فقه بالفتح يعني سبق غيره في الفهم. اما تقول ايه فلان فقه فلان في المسألة، يعني فلان الاول ده سبق الثاني في فهم هذه المسألة، يبقى فقه اي سبق في الفهم، وفقه يعني فهم، وفقه صار الفقه فيه سليم. وانت في الفقه بتمر بكل المراحل دي، تبدأ في الاول بالفهم فتصير فهم، ثم بعد ذلك قد تسبق غيرك في الفهم فيبقى فقه، ثم لما تمارس العلم كثيرا يصير الفقه فيك سجية فيبقى فقه. فالمعنى اللغوي ماشي، لكن بعد الاصطلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كان قبل ورود الاصطلاح، لأن الاصطلاح ده نشأ بعد حوالي 150 سنة أو 200 سنة من الهجرة النبوية، اللي هي المعاني الاصطلاحية اللي وضعها العلماء بعد ذلك، فضيقوا المعنى لمعنى اصطلاحي أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقصد الدين هنا الدين كله، مش يقصد الفقه بمفهوم الفقهاء وهو العبادات، ولا يقصد صلى الله عليه وسلم مقتضيات الإيمان، ولكن يقصد مقتضيات الإسلام والإيمان والإحسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الإيمان والإسلام والإحسان دين. ومن يريد الله بخير يوفقه في الدين، يعني بقى عنده قدر من فهم الشريعة، وقدر من فهم الطريقة وهو الإيمان، وقدر من فهم الحقيقة وهو الإحسان، علشان يبقى هو ده الدين كله. ولكن لابد انك انت عشان تفهم الدين تبدأ الأول بالأمور المعتادة، زي ما جاء سيدنا جبريل يعلمنا أمور ديننا، فسأل عن الإسلام أولا، ثم سأل عن الإيمان ثانيا، ثم سأل عن الإحسان ثالثا. فمقتضيات الإسلام أولا أن تتعلم شرائع دينك، اللي هو الإسلام، اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. الحاجات دي عايزة فقه بقى، عايزة فهم، إزاي أصلي، إزاي أصوم، إزاي أزكي، إزاي أحج،
كيف، كل كيف ده يرد عليك الفقيه. فصار الفقه بعد ذلك له معنى اصطلاحي آخر غير المراد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معنى أضيق. فقالوا الفقه اصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. يبقى الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية. يبقى لو حكم شرعي ما ينبنيش عليه عمل مش من باب الفقه عند ايه الفقهاء بعد كده. يعني علامات الساعة، صفات الله عز وجل الواجبة والمستحيلة والممكنة، صفات الأنبياء الواجبة والمستحيلة والممكنة، الأمور السمعيات كلها، كل الأمور دي، الأخلاقيات اللي هي البعد عن الكذب والرياء والغش والخداع، كل ده مش من أبواب الفقه، لأن كل دي أمور جواك. لكن الفقه يبحث الأمور العملية، كيف أفعل كذا، فيبقى بقى صار هو الفقه. فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، يعني بحيث كل عمل تبقى عارف له دليل تفصيلي. الأعمال الشرعية العملية هي عبارة عن عبادات ومعاملات وجهاد ونكاح وطلاق ومواريث وعتاق وحكم بما أنزل الله وقضاء بين الناس وفتية. فصارت دي أبواب الفقه، لأن كل دي أمور ينبني عليها العمل، اللي هو القانون اللي حل محلها حاليا القانون الوضعي. فالقانون الوضعي هو بينظم مثل هذه الأشياء مع الناس، على العبادات طبعا ملوش دخل بيه، لكن الإسلام شمل أيضا العبادات بجانب ما شمله القانون الوضعي، حتى دخلت في الإسلام طبعا الجنايات والقصاص والديات والعقل وغيره. كل دي أبواب فقه لأنها عملية، أمور عملية. يبقى احنا بنقول المكتسب من أدلتها. ايه هي أدلة الفقه؟ أدلة الفقه كانت في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الكتاب والنبي اللي هو السنة. كان في عصر النبي أدلة الفقه هو الكتاب والسنة، ممثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا وأفعالا وعملا وممارسة وتأسيا به صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت الأمور سهلة، أي حاجة بتحصل يسألوا النبي أو يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم عملها إزاي تمشي الأمور. وإن كان النبي صلى الله إن كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته اجتهد في أمور وأمر الصحابة بالاجتهاد وشجعهم في حال حياته تدريبا لهم صلى الله عليه وآله وسلم، فكان هناك اجتهاد في عصر النبي. في حال حياة النبي اجتهد الصحابة، حتى إن سيدنا معاذ بن جبل لما بعته قاضيا لليمن وسأله صلى الله عليه وسلم بما تحكم، قال أحكم بما أنزل بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آله. فضرب على صدره فرحا وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه الله ورسوله. فيبقى كان في اجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الصحابه تجتهد في حضرته صلى الله عليه وسلم مش في غيابه. سيدنا معاذ هيجتهد في اليمن، يبقى النبي مش هيبقى معاه، مش هيعرف يتصل بيه ولا في محمول ولا في تليفون ولا في حاجه. ما هو لو كان في محمول كان يطلب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له القضيه يحكي له، لما فيش فيبقى هيجتهد في ايه؟ بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، في بلد بعيد عنه صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعطى فرصه للصحابه تجتهد وهو بين ظهرانيهم في وسطهم، زي ما في بني النضير امر سيدنا سعد بن عبادة انه يحكم فيهم. سعد بن عبادة ولا ابن معاذ؟ سيدنا سعد بن معاذ الصحابي المشهور، وكان مجروح في جرح في غزوة احد، وكانوا بني النضير كانوا عملوا خيانة، كانوا كادوا ان هم يعني يمكنوا اليهود المشركين انهم يخشوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ سأل اليهود تقبلوا حكم مين؟ فقالوا نقبل حكم سعد، لأنه كان صديقهم في الجاهلية.
سيدنا رسول الله قبل حكم سعد وما ملهوش حاجة، سابه يجتهد. فسيدنا سعد قال تقتل مقاتلتهم، المقاتلين اللي فيهم يقتلوا، وتسبى ذراريهم ونساؤهم وتؤخذ أموالهم. شوف قد ايه. يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ايه، لقد حكمت بما حكم الله به فوق عرشه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الفرصة يجتهد، فاجتهد واصاب فاقره. وسيدنا سعد قصها على ايه، على المحاربين، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم. جاب الحكم من الاية دي سيدنا سعد، ده كان دليله، واخد بالك؟ ما هو الصحابة مش هيجتهد كده من محض هواه، فكان دليله الآية دي. فقساهم على المحاربين، والمحاربين يقتلوا وتصب ضرريهم ويأخذ أموالهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه، لقد أصبت. وسيدنا عمر وسيدنا معاذ بن جبل كانوا في عصر النبي أيضا في إحدى الغزوات أصابتهم جنابة وما كانش فيه مية، فسيدنا سعد اجتهد وقاس الوضوء على التيمم فتمرغ في التراب وأمسك. وسيدنا عمر بن الخطاب مرضاش يصلي، مش عارف يصلي ازاي، فوصل الامر للنبي صلى الله عليه واله وسلم. فسيدنا رسول الله فهم سيدنا معاذ ان ده اجتهاد خاطئ، ففهمه ازاي يتيمم. يبقى اللي كانوا يجتهدوا في عصر النبي المخطئ يعلمه وما يتخانقش معاه ولا يزعل منه، لان اذا اجتهد واصاب له اجر، واذا اجتهد واخطا له اجران. وسيدنا عمر فهمه ان الحدث الاصغر كالحدث الاكبر، التيمم يحل محله، يبيح الصلاه للحدث الاكبر كما يبيح الصلاه في وجود الحدث الاصغر. سيدنا عمر كان متصور ان التيمم للحدث الاصغر بس، فما قدرش يتيمم، لقى نفسه في موقف ما فيش ميه وهو جنب، والتيمم للوضوء بس، هو متصور ان التيمم بدل الوضوء، فما رضاش يعمل حاجه. سيدنا معاذ تمرغ في التراب، فسيدنا رسول الله علم سيدنا عمر وعلم سيدنا معاذ، ده اجتهد وده اجتهد، الاثنين لم يصيبوا فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاجتهاد كان موجود من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت ادله الشريعه في عصر النبي ثم في عصر الصحابه صلى الله عليه واله وسلم، وفي عصر الصحابه رضوان الله عليهم، الكتاب والسنه والاجتهاد. والاجتهاد كان يشمل القياس ومراعاة المصلحة ودرء المفسدة وسد الذرائع. كان الاجتهاد يشمل الحاجات دي كلها. سموه بعد كده الرأي. سموه بعد كده يقول لك مدرسة الرأي اللي نشأت في العراق بعد كده بزعامة الإمام أبي حنيفة. يقول لك مذهب الرأي اللي هم الأحناف. لأن غلب عليهم الاجتهاد، لأنها يعني طرأت عليهم أمور كثيرة كانت ليست موجودة في العصر الأول، فكثرت فيها الآراء، فصار عندهم اجتهاد كبير. وكان من اكثر الصحابه اجتهادا بالراي سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عبد الله بن مسعود. كانوا اكثر ناس تجتهد بالراي، درجه كانوا احيانا يردوا الحديث الى الراي. ليه؟ مش ردا للحديث لانه حديث النبي، عدم وثوقا بالراوي، وعدم تاكدا ان الراوي يكون روى هذا الحديث فنسخه النبي، فما يقدرش ياخده الا لما يبقى متاكد ان الحديث ده ناسخ او مقيد او مخصص او شيء من هذا. فكان اكثر الصحابه اخذا بالراي كان سيدنا عمر بن الخطاب. والصحابه اختلفوا فيما بينهم حتى في حال حياه النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهادات، واقر النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين في وقت واحد، يعني ما خطاش احدهم. واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وصحابي ثاني نزل على رأي الصحابي في غزوة بدر، في النزول في المكان بتاع غزوة بدر، قال هذا هو الحرب والمكيدة ولا دي وحي؟ فقال لا، الحرب والمكيدة. فقال له لا، يبقى احنا ننزل الحتة الثانية. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي الصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الناس ازاي يجتهدوا وازاي يتناقشوا وازاي ما يحصلش عداء بينهم مع اختلافهم في الرأي من الأول، لتمهيدا لأن هذه الشريعة شريعة باقية ودائمة ليوم القيامة، وهتتجدد الأحداث، ولما تتجدد الأحداث الناس بتحتاج أحكام علشان يعرفوا يستدلوا بيها على مراد الله منهم. ف
فاجتهد الصحابة في عصر النبي واختلفوا على رأيين والنبي لم يرجح أحدهما، فدل على أن الناس ممكن في مسألة واحدة يعملوا عملين مختلفين في مسألة واحدة ويبقوا الاثنين متابين عند الله وما فيش واحدة أرجح من الثانية. زي لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة لا تصلين العصر إلا في بني قريظة، الحديث كل الناس حافظين وعارفين. فالصحابة في الطريق لبني قريظة وجب أذان العصر، فاختلفوا على فرقتين. فرقة قالت لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يريد أننا يعني أننا نستعجل ويستحسنا للسير، ولكن ما يقصدش أننا نعطل صلاة العصر. يعني كان بيقول ما تصليش العصر إلا بني قريظة، معناه شدوا حيلكم بسرعة عشان تلحقوا العصر هناك، لكن مش معناه تضيعوا العصر. وفي ناس تانيين قالوا لا، ده احنا هنصلي العصر بني قريظة زي ما النبي قال ولو المغرب جدا. شوف قد ايه. ففي ناس مشيت مع اللفظ مبنى، وفي ناس مشيت مع اللفظ حكمة. فهمت ازاي؟ ففي ناس تمشي مع الحكمة، فالعبرة بالمقاصد والمعاني، ولا العبرة بالألفاظ والمباني؟ فصار مذهبين عند الصحابة. مذهب غالب الصحابة مشيوا مع المقاصد والمعاني، فغالب الصحابة أذنوا وصلوا، وقلة منهم مشيت مع الألفاظ والمباني، مشوا لحد بني قريظة وأذنوا وصلوا العصر. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فأقر الفرقتين، فصار مذهبين صحيحين معتبرين في مسألة واحدة، فدل على أن المذاهب نشأت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه المقدمة ضرورية علشان في ناس يقول ليه نتعلم مذهب؟ احنا عايزين ناخد من القرآن والسنة على طول. ما احنا عشان ناخد من القرآن والسنة على طول، ودي فعلا المقصد الأسمى، لازم نكون وصلنا إلى درجة الاجتهاد اللي بنقدر ناخد من الدليل مباشرة. والمجتهد اللي ياخد من الدليل مباشرة لازم تتوفر فيه شروط لا تتوفر فينا احنا. وعلشان كده ربنا وجه الكلام لينا احنا، قال ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. يبقى استدل العلماء من هذه الآية على وجوب اتباع مجتهد في كل عصر. في أي عصر يجب على المسلمين العوام غير المتخصصين أنهم يتبعوا مجتهد، واجب عليهم بنص هذه الآية، لأن أي أمر لابد أن ترده إلى الرسول، فإن غاب الرسول فإلى أولي العلم منهم اللي هم ورثة الأنبياء. لعلمه مين؟ كل الناس ولا الذين يستنبطونه منهم، أي المجتهدين. فوجب اتباع المذهب، اتباع مذهب، لأن المذهب ده اتباع فهم مجتهد للنص، ما اختلفوش في النصوص، اختلفوا في فهم النص. لم يختلفوا في الأصول، اختلفوا في كيفية تطبيق الأصل. ولذا نشأت المذاهب، وعلشان كده ما تقدرش تحلها. ما تجيش انت بقى تطلع كده في مرة تقول لا انا ليه فرقوا الأمة وليه بقت مذاهب كتيرة. انت لما تيجي تقول كده تبقى انت مش واخد بالك كيفية فهم خطاب الله تعالى وكيفية سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي سنها لهذا الدين حتى يصير صالح لكل زمان ومكان، وعشان يكون صالح لكل موقف. لأن قد يكون الموقف الحالة واحدة لكن الظروف تتغير، فيكون حكم الله متغير فيه. يعني الله سبحانه وتعالى حكمه أن الميت حرام مطلقا، لكن إذا تغير الحال وكان في ضرورة وشدة ومجاعة وانت هتموت كل الميت، تغير الحكم في الحالة دي، الحكم ثابت ولا تغير؟ الحكم ثابت، لكن الفتوى تغيرت. ادي الفرق بين الحكم والفتوى، ان الفتوى بنت موقفها بنت عصرها تتغير. وعشان كده يجي مفتي يفتي فتوى، بعد سنتين ثلاثة يجي مفتي تاني يفتي فتوى تانية في نفس الموقف. خدت بالك؟ لانها بتتغير باختلاف الظروف. لما كان زمان في حفاظ قرآن وناس حافظين القرآن، كانوا العلماء يقولوا اللي يقرأ من المصحف في الصلاة كده صلاته باطلة. لما اختفى الحفاظ وقال له هنوقف بقى الناس والناس عايزه تصلي، ما احنا لو هنقول للناس لازم يبقى اللي بيصلي بيك حافظ والناس نفسها تختم القران في رمضان، يبقى نشأت فتوى جديده ما كانتش موجوده ايام الزمان، ان يجوز قراءه المصحف في الصلاه النافله دون الفريضه. ليه قلنا دون الفريضه؟ مراعاه للاصل ان الصلاه لو قريت داخل الصلاه بلا ضروره
يبقى الصلاة باطلة لأنك انشغلت بغيرها، انشغلت بالقراءة، ولو كانت القراءة دي هي أصلا من أصل الصلاة، لكن القراءة نفسها عمل زائد على الصلاة، إنك تنشغل نفسك بشكل الحرف وتفسير الحرف، وإن في نقطة هنا وفي تشكيلة هنا، فدخلت خرجت من روح الصلاة. فالعلماء عندهم الأصل إنها ما تنفعش، لأن كانوا إيه أصلا كانوا حافظين. لما تغير العصر وتغير المسلمين ما هم مش حافظين وما بيعرفوش يقروا غلابة، وتعلموا نظام التعليم بتاع اللورد كرومر، وبعدوا عن العلم الأزهري الديني، وبقى الواحد منهم بيبقى معاه دكتوراه في تخصصه وما يعرفش يقرأ المصحف للأسف. فنشأت فتوى تغيرت، عشان كده الفتوى تتغير، الحكم يتغير باختلاف إيه عشان كده تيجي الوقت يقول لك يجوز في صلاة النافلة تقرأ من المصحف لو تغير الحال ورجعت الناس تحفظ تاني والكتاتيب اتفتحت، يرجع الفتوى بعد 10 سنين يقول لك لا يجوز ولا تصلي خلف من يقرأ من المصحف، نرجع للأصل. فهمت ازاي؟ وهكذا. فيبقى المسألة كلها خصوبة الفقه الإسلامي هي اللي خليته صالح لكل زمان ومكان. وأسباب الخلاف بتاع الصحابة إن في ناس كانت تنظر للمقصد وناس تنظر لإيه؟ لللفظ. والخلاف أحيانا بين الصحابة، وسبب خلاف نشأة المذاهب إن اللغة العربية نفسها حملت أوجه. اللغة العربية نفسها حملت أوجه، والقرآن عربي. حكم الله هو خطاب، الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. هو تعريفه كده. الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. فلما كان خطاب الله هو عربي في سورة قرآن وسنة، واللغة العربية حملت أوجه فيها المشترك والمجاز والحقيقة، وفيها المعنى الظاهر والمعنى المرجوح، فصارت وفي عودة ضمير، هل يعود الضمير على آخر مذكور ولا لا يعود الضمير على آخر مذكور، هل يجوز كده ولا لا يجوز كده، اختلف العلماء، فكل له وجهة. فتيجي مثلا يبقى الدليل واحد ويطلع مذهبين، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. واضحة ايه؟ 3 ده نص، ما تحتملش 3، ما تحتملش تبقى 2 ولا 2.5 ولا 4، ده 3، ده رقم، الرقم نص يعني قطعي الدلال، ما يحتملش حاجة تانية 3. لكن قروء جاية من قرء، والقرء مشترك في اللغة بين الحيض والطهر. العرب استعملت كلمة القرء في اللغة بمعنى الطهر وبمعنى الحيض بالتساوي. يوم ينشأ مذهبين، ناس يقول لك تتربص بنفسها عدتها بانقضاء 3 حيضات لأن القرء هو الحيض. الإمام الشافعي يقول لك لا، تتربص بنفسها 3 طهر، 3 أطهار. فيبقى مذهبين وعين الدليل واحد، عشان كده تعرف ليه نشأت المذاهب والدليل واحد، تقول ما القرآن واحد والسنة واحدة، ليه الناس اختلفوا؟ اختلفوا عشان كده، دي أسباب الخلاف، واخد بالك؟ لأن قد يحتمل اللفظ معنيين متساويين المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح أيهما، فصار الدليل هو العربي، لأن ربنا كثيرا يدلك يقول لك قرآنا عربيا غير ذي عوج، قرآنا عربي، واخد بالك ازاي؟ فقرآن عربي يعني بيدلك للمعنى العربي. إذا اختلط عليك الأمر ارجع للمعنى العربي عشان تعرف. فلما ترجع للمعنى العربي الإمام أبو حنيفة قال إن القرء هو الحيض. يبقى تنقضي عدة المرأة المطلقة عند الأحناف بانقضاء 3 حيضات. عند الشافعية ب3 أطهار. قد تفرق أسبوع واتنين وقد تفرق شهر واتنين. واخد بالك من واحدة للتانية. يبقى دي مذاهب، مذاهب يعني فهم للنص. ده فهم النص بالفهم ده وله دليل من اللغة، والتاني فهم النص ده. وليه رجع لدليل اللغة؟ لغياب دليل السنة العملية في المسألة. يعني هو لجأ لدليل اللغة عند غياب السنة العملية. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا وأجمعت الأمة على ذلك أن المرأة الحائض لا تصلي. طيب والمرأة ساعات دمها يستمر معاها كتير ويتلخبط، بعد ما كان بيجي لها 6 أيام وتعدي وتطهر بقى يجي لها 20 يوم و30 يوم وكل شوية تنقط. الله، هنعمل ايه؟ الفقهاء اختلفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش حاجة في أقصى مدة حيض،
وما وردش حاجه عن الصحابه في اقصى مده حيض. طب نعمل ايه؟ الفقيه بيجي له الست بتنقط ميه دم كل يوم واتطلقت وهي عايزه تنقضي عدتها عشان تتجوز غيره، مش عارفه تنقضي عدتها، عايزه تصلي مش عارفه تصلي امتى، عايزه تصوم رمضان ده، يقوم الفقيه يقعد في مساله ازمه عايز يحلها، واخد بالك؟ يدور ايه اقصى مده حيض. هل النبي قال لنا في حديث صحيح اقصى مده حيض المراه كذا وما زال عن ذلك الصحابه؟ ما نعرف، ما قالش صلى الله عليه وسلم. يبقى لما ما قالش نقوم نعمل ايه؟ واخد بالك؟ نضطر اننا نجتهد. طريقه اجتهاد المجتهد في المساله دي قال لك ايه؟ دي امور عاديه، يبقى نرجع للعاده. وعلى شكل من اصول فقه الشافعيه ان العاده محكمه، العادة محكمة فيها لما يرد فيه دليل. فنرجع نسأل الستات أهل البلد، أطول مدة حيض عندكم في ستات بلدكم كام؟ وناخدها هي دي أقصى مدة حيض وتصبح شرع. فهمت إزاي؟ يتخذها الفقيه شرع. فالإمام الشافعي راح اليمن قعد فيها، وقعد كان قبل كده في الحجاز، وراح المدينة تعلم على الإمام مالك، وراح العراق ورجع مصر، ورجع العراق تاني ورجع مصر تاني، وبعدين مصر. سأل في كل البلاد دي فلم يصل اليه الا اقصى مده حيض 15 يوما في العالم اللي لف فيه ده كله، فاتخذها مذهبا عنده ان اقصى مده حيض للمراه 15 يوما على قاعده العاده محكمه. الاحناف الامام ابو حنيفه سال في عصره فلقى ان اقصى مده حيض عنده 10 ايام، فخد 10 ايام. انت بقى عايز تمشي تبع اي حاجه، عايز تخليها حاجه واحده ما تعرفش، خليها انت حاجه واحده انت يا شاطر مش هتعرف. فهمت ازاي؟ فلا بد في امور كثيره تحصل فيها خلاف بين الفقهاء، ويستمر هذا الخلاف توسعه على الناس وبيان لخصوبه المساله. احيانا يكون سبب الخلاف ايضا عود الضمير في اللغه، وهو الذي اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طب الهاء هنا يرفعه، الهاء هنا والفاعل اللي هو مستتر في يرفعه، يعود على العمل الصالح ولا يعود إيه إليه يصعد الكلم الطيب، ولا يعود على الكلم الطيب؟ مش تحتمل دي وتحتمل دي؟ تحتمل دي وتحتمل دي، فيختلف الفقهاء. فيقول لك ده اللي بيرفع العمل هو القول، والتاني يقول لك لا ده اللي بيرفع القول هو العمل، على اعتبار عودة الضمير. كل واحد يعود الضمير على حاجة، فيحصل خلاف بين الفقهاء لاختلاف عود الضمير. ولا يضار كاتب ولا شهيد، آية كلنا بنقراها كل يوم، بنقراها كل يوم كلنا حافظينها. طيب اعملها، هل يقع الضرر على يعني ما تضرش الكاتب والشهيد علشان ما يكتبش باطل، ولا الكاتب والشهيد نفسه ما يضرش اللي بيكتب له فيكتب خلاف الواقع؟ يعني هل الامر ده لا يضر كاتب ولا شهيد موجه للشهيد والكاتب ان هم يكتبوا الحق وما يقولوش الباطل، ولا موجه للقاضي انه ما يضرش الكاتب والشاهد علشان يجبره على كتابة غير الحق؟ اذا قلنا لا يضر كاتب ولا شهيد جاية من الايضار، يبقى منهي عن انك انت تضر الكاتب والشهيد. وان قلنا ان هي جاية من الاضرار والضرر وتحتمل الاثنين لغة، يبقى الكلام موجه اننا ان الكاتب والشهيد ما يضرش اللي بيكتبه. شفت كل ده في القرآن اهو، ده دليل واحد لكن يحتمل معنيين، فده مذهب وده مذهب. واحيانا تكون المسألة لم تكن في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحتمل من القرآن احتمالات عدة، فيجي الصحابة يختلفوا فيها. ماتت امرأة، مات رجل وترك زوجة وأما وأب، كويس، ملوش إخوة، يبقى في الحالة دي الزوجة هتاخد الربع والأم تاخد الثلث والأب ياخد الباقي. طب افرض إن اتعكست، إن واحدة ست هي اللي ماتت وسابت راجل زوجها وسابت أم وأب، الزوج هياخد النصف والام تاخد الثلث، يبقى الاب هياخد الثلث نصف الام. يرضيك الكلام ده؟ ما هو ماشيه كده صح ولا لا؟ فلما لقوا الصحابه المساله دي طرقت عندهم
قالوا لا، ده ربنا سبحانه وتعالى القاعدة عندنا لما يبقى الإرث سبوه أن يدلي الوارث للموروث منه بطريق واحد زي الأب والأم الاثنين جهة واحدة للقرار، وكان ذكر وأنثى يبقى الذكر ياخد ضعف الأنثى. لكن هنا لما نعمل المسألة هنلاقي إن هنا الذكر هياخد نصف الأنثى. خدت بالك إزاي؟ في المسألة. فسيدنا عبد الله بن عباس قال لهم ياخد نصف الأنثى إعمالا بظاهر النص. سيدنا عبد الله بن عباس رأيه كده، لأن ربنا بيقول فإن لم يكن له إخوة وورثه أبواه فلأمه الثلث. يبقى أمه تاخد الثلث خلاص. سيدنا عبد الله بن عباس حلها هي كده. على عيننا وعلى راس سيدنا عبد الله بن عباس حاجة كبيرة حبر الأمة. سيدنا عمر ما عجبتوش في خلافته، قال لا ده خلاف مراد الشارع، لأن الأب مصاريفه أكتر من الأم. ده الأب هو اللي بيورث على الأم، تقوم الأم تورث ضعفه، ده هو اللي بيصرف عليه وهو اللي بيربي، لو كان في إخوة هو اللي كمان هيربيهم. خدت بالك إزاي؟ فراح قال سيدنا عمر إيه عشان يعدل المسألة؟ قال الأم تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب الزوج، فاتظبطت المسألة، فبقى الأب بقى باع. فأعمل الآية ومشي على القاعدة، فحل المشكلين. سيدنا عمر كان رأيه قوي، لأنك أنت بالطريقة دي لما تاخد النص يتبقى نص، خد ثلث النص يتبقى الثلثين للأب، يبقى بقى إيه؟ بقت مشينا الآية وفي نفس الوقت حلينا المشكلة للأب. فهمت ازاي؟ اهي دي مسائل لا غير دي. ده سيدنا عمر ليه مساله ثانيه اسمها المساله العمريه، دي في ابناء الايه الاخ الاب مع الابناء لام، دي مساله ثانيه اللي المساله العمريه والحمريه هنشرحها في الفقه في المواريث بعد عمر طويل، يمكن بعد سنه لو عشت نكون خلصنا العبادات. لكن على اي حال انا بدي لك مثال الاول انا قصدت ليه، لان نشات في هذا الزمان نعره بين الناس ليه مذاهب، احنا عايزين على طول ناخد الدليل من الفقه من القران والسنه على طول. ما انت ما نعرفش ناخده من القران والسنه على طول، لان قد يظهر لنا دليل ويغيب عندنا ادله، فنقوم نقع في مشكله. فعلشان كده لازم نرده للي جمعوا كل الادله. فلما مين اللي جمعوا كل الادله؟ المجتهدين، الامام المجتهد العالم اللي ربنا اداله سعه في الحفظ والفهم ووفرة في الوقت وكثرة للشيوخ وقرب عهد للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت نظرته أوسع مننا بكتير. فلما نيجي نرجع لهذا الإمام يبقى احنا بالطريقة دي بنرجع لأصل الشرع الحقيقي. لكن لو رجعنا للنص مباشرة اعتمادا على عقلنا هيحصل بيننا خلاف أشد مما حصل بين الصحابة، مع كمال عقل الصحابة وكثرة فهمهم للغة العربية وكانوا معايشين لنزول القرآن واختلفوا، فما بالك احنا ضعاف في العربية ولم نعيش نزول القرآن وبعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الخلاف بيننا أشد. فاللي عايز يحل لنا مشكلة المذاهب الوقت ويخليها رأي واحد هيخليها 60 مليون مذهب، مش هيخليها أربع مذاهب، ده هيخليها 60 مليون مذهب، كل واحد يمشي بمذهب، ومذهب بلا دليل لأنه ليس عنده دليل من اللغة ولا عنده دليل وهكذا. فأصبح لابد بنص القرآن أن نرد الأمر لأولي العلم الذين يعلمون كيف يستنبطون شرع الله ونمشي على نهجهم واسلوبهم. فنشأت مدارس فقهية كثيرة بعد كده على مر العصور لما دونت السنة. الحكاية اصلها بالطول، انا عايز اختصر لك لان النهاردة مقدمة بس، ونقول لكم اسم الكتاب والمرة الجاية نبتدي في الجد، فاحنا عايزين نختصر. لكن احنا لو الموضوع ده فتحناه عايزين فيه شهر، عايزين اربع قعدات كل قعدة ساعتين عشان نوفيه بحيث تقتنع تماما ان لابد يبقى في مذاهب، وان لابد انك انت في بدايتك تتعلم مذهب. لكن لو واحد فينا ربنا كرمه ووفر ليه الوقت والجهد والحفظ وتوفرت فيه ادوات الاجتهاد، ساعتها يخرج من نطاق المذهبيه ويتبع الدليل مباشره، ولما نساله نمشي وراه برضه لانه بقى من الذين يستنبطونه منه. خدت بالك ازاي؟ هي دي المساله. لكن طول ما انت لسه مش من أهل الدليل فأصبح دليلك هو الذين يستنبطونه منه. وأجمعت الأمة الخلاصة على أربع مذاهب، وإن كانت المذاهب كانت كثيرة تفوق عن 60 مذهب، لكن أربع مذاهب الأمة اجتمعت عليهم وحررت آراء أصحابها في الكتب ووثقت تاريخيا ودرست دراسة كبيرة، واخد بالك، بالتصانيف
ونقلت نقلا كابرا عن كابر بالاسانيد المتصله شيخا عن شيخ، مش الكتب بس، يعني بفضل الله انا عندي اسناد على مشايخي سماعا لحد الامام الشافعي بالسماع كده من غير الكتاب ومع الكتاب. فكانت المذاهب دي موثقه سماعا على المشايخ، واخد بالك ازاي، لحد ما توصل بيك لسيدنا رسول الله. وايه اسناد الامام الشافعي؟ الامام الشافعي اسناده الامام مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، ادي اسناد مذهب الامام الشافعي. وايه اسناد سيدنا الامام ابي حنيفه؟ عن سيدنا ابراهيم النخعي، علقمه بن وقاص الليثي، شيخ الامام ابي حنيفه، عن ابراهيم النخعي، عن سيدنا عبد الله بن مسعود، عن سيدنا رسول الله. ادي مذهب الامام ابي حنيفه اسناده. والامام مالك اسناده الامام مالك عن كل صحابه اهل المدينه، واخد بالك ازاي، لانه كان ياخذ بعمل اهل المدينه. والامام احمد بن حنبل اسناده الامام الشافعي والامام ابو حنيفه، لان مذهب الامام احمد بن حنبل هو اسناد الامام ابو حنيفه، لانه تعلم على الاحناف وتعلم على الامام الشافعي في العراق، فصار اسناده هما الاثنين. وغلب عليه صنعه الحديث فقلت عنده الناحيه ناحيه القياس، فاشتهر مذهبه بانه هو ايه، مذهب يميل للحديث اكثر. فصارت المذاهب كلها من رسول الله ملتمس رشفا من البحر او غرفا من الدين. ونحن لسنا بصدد التمايز بين المذاهب، لكن كلهم اجلاء كبار، بل في شؤم كبير على ان الانسان يعيب على صاحب مذهب متعصبا لمذهبه. ربنا سبحانه وتعالى بيصيبه بشؤم، تبص تلاقي ينزع البركه من دراسته. لكن ليه احنا اخترنا مذهب الامام الشافعي؟ لا تمييزا للامام الشافعي على غيره، ولا اعتبار للامام الشافعي ان هو افضل من غيره فهما، لا، لان ربنا يسر لنا المشايخ اللي علمونا هم كانوا شافعي. لما جينا نطلب علم الدين لقينا اللي قدامنا اتخبطنا فيهم لقيناهم شافعي، كل اللي خبطنا فيه شافعي. مين اللي بيشرح يا جماعه؟ قالوا لنا الشيخ نجيب المطيعي. سنه كام؟ كان سنه 75. الشيخ محمد نجيب المطيعي قعدنا نقرا عليه في مذهب الشافعيه لحد سنه 81. فكان شافعي غصب عننا، هي طلعنا فيه. وقبل سنه 75 قابلنا راجل سوداني كان اسمه الشيخ ابو بكر، كان بيدرس في كليه اصول الدين في مصر، وكنا احنا طلبه. فبنساله عايزين نتعلم الدين، نقرا ايه؟ كتاب يكون ما فيش خلاف فيه بين العلماء علشان نتعلم حاجه ما نبقاش متلخبطين. قال هات كتاب صحيح مسلم بشرح الامام النووي. فجبنا قبل ما نعرف الشيخ نجيب المطيع، فروحنا جبنا كتاب صحيح مسلم بشرح الامام النووي، طلع النووي شافعي. قاعدين نتخبط في الشافعيه. خلصنا الشيخ محمد نجيب المطيعي، ربنا اكرمنا وعرفنا بفضيله الشيخ عبد الله الصديق الغماري. الشيخ عبد الله الصديق الغماري كان يفتي بالمذهب المالكي والشافعي، يرجح بينهما ويفتي. فلما لقانا احنا جاهزين بالشافعي قال لنا خلوكوا على الشافعي. فثبتنا على الشافعي. لما السيد عبد الله الصديق الغماري كان يغيب عننا وكان بيسافر كتير، نقول له طب نتعلم من مين لما تبقى غايب؟ قال فضيله الدكتور علي جمعه. كان يقول عليه الشيخ علي جمعه، هو مفتي مصر دلوقتي، الكلام ده من سنه 80. كان ساعتها الدكتور علي جمعه بيقولوا عليه الشيخ علي جمعه، كان ساعتها طالب في كليه في الازهر بيعمل ماجستير ودكتوراه في اصول الدين. فروحنا اتعرفنا بالدكتور علي جمعه لقيناه شافعي. الله. فتعلمنا الشافعي. بس. لكن لو كان يسر لنا ربنا ملكيه في السكه كنا اتعلمنا حنفي، اتعلمنا حنفي. فالخلاصه، وبعدين لقينا الشافعي مدفون في مصر، هو الوحيد اللي مدفون في مصر من صاحب المذاهب الاربعه. فقلنا احنا في مصر والامام الشافعي جنبنا، نتعلم بقى الشافعي. يعني عشان هو جنبنا هنا، صاحب البلد. واخد بالك؟ وبعدين لقينا كمان عوام من الناس في مصر متوارثين العمل على المذهب الشافعي. تجدهم يقنطوا في صلاة الصبح، وده المذهب الشافعي اللي بيقوله. فلما تيجي تصلي بالناس ما تقنطش في صلاة الصبح ساعات تضايق. يقول لك ليه ما دعيتش يا عم الشيخ؟ مع انه هو ما درسش حاجة خالص، هو شاف أجداده بيعملوا كده وآبائه بيعملوا كده. فلقينا إن المذهب الشافعي عليه العمل ومنتشر في البلد، وبرضه من آداب تعلمك للمذهب إنك تتعلم المذهب اللي يكون معمول به في بلدك، علشان ما تجيش للناس برأي مخالف تقوم تتعبهم. واخد بالك؟ فإحنا إن شاء الله بإذن الله يعني عزمنا وتوكلنا على الله اننا نبدا شرح لمذهب الامام الشافعي. هنبدا بترتيب كتب الفقه اللي هي ابواب الطهاره اولا، وبعدين الصلاه، وبعدين لما ربنا يسر لنا.
كنا شرحنا مذهب الإمام الشافعي على من حوالي 15 سنة في المانيال، لأن قبل ما أسكن المقطم كنت في المانيال، فشرحناه في مسجد قايتباي ومسجد علي بن أبي طالب تقريبا مرتين أو ثلاثة مش فاكر، ومعانا بعض الوجوه اللي اتربوا معانا كده في مسجد قايتباي، وانتهينا منه من كتب مختلفة في كتب الشافعية. فعلشان الناس اللي حضروا زمان يحضروا، فقلنا نختار كتاب جديد بقى في مذهب الشافعي برضه، بس يكون اسلوب عرضه اوسع علشان الناس اللي حضرت تحضر تقوم تزداد علم، والناس اللي ما حضرتش يبقى برضه ايه بركه ان هو يجي على حاجه متوسعه على طول. فربنا اكرمنا واخترنا كتاب معتمد في المذهب، وهو شرح الامام البيجوري على ابن قاسم الغزي، لان الامام البيجوري ده كان شيخ الجامع الازهر. البيجوري نسبه للباجور منوفيه، كان اسمه ابراهيم الباجوري، وكان هو شيخ الازهر سنه 1200 وشويه هجريه كده، يعني من حوالي قول 250 سنه، وكان امام الشافعيه في عصره. واسندنا الحمد لله لمذهب الشافعي عن طريق سيدي البيجوري، واصلا بعده في الطريق الى الامام سيدنا زكريا الانصاري، مرورا بسيدنا ابن حجر العسقلاني، وبعد ذلك ماشي مرورا بالامام النووي والامام ابي حامد الغزالي ومحمد الجويني شيخه، الى المزني اللي هو راوي المذهب الجديد للامام الشافعي، ثم الامام الشافعي عن سيدنا الامام نافع، عن الامام مالك امام دار الهجره، عن سيدنا نافع مولى سيدنا عبد الله بن عمر، عن سيدنا عبد الله بن عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا زكريا الانصاري الحمد لله مدفون برضه هنا جنب الامام الشافعي، يعني مشايخنا جنبنا، واخد بالك؟ الحمد لله. فقصة كتاب ابن قاسم الغزي ده هو كتاب سماه فتح القريب المجيب على متن الغاية والتقريب. كان في متن كده عمله القاضي أبو شجاع سماه متن الغاية والتقريب، وسماه غاية الاختصار، سماه اسمين. متن كده حوالي 20 صفحة جمع فيه كل فقه الشافعي بس بلا أدلة، عبارة عن نقط وتقسيمات يحفظها الأطفال، فسماه إيه؟ متن الغاية والتقريب. والقاضي أبو شجاع كان راجل من الناس الأكابر في عصره، وكان مات سنة 488 هجرية. الإمام الشافعي اتولد 150 هجرية، مات سنة 204 هجرية. اتولد يوم ما مات الإمام، سنة ما مات الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة مات سنة 150، الإمام الشافعي اتولد 150، فالناس قالوا مات إمام وولد إمام. فالإمام الشافعي مات 204، القاضي أبو شجاع مات سنة 488 هجرية، اللي هو صاحب أصل الكتاب اللي هو بنشرح شرحه، واخد بالك؟ القاضي أبو شجاع عاش 160 سنة، صدقوا دي، كان قاضيا في الكوفة، وكان غني جدا، كان عنده اموال طائله لدرجه انه يقول لك كان عنده 10 موظفين كل واحد ينفق 120 الف درهم صدقات موكله يوزعوا كده على الناس 10. وتولى القضاء من صغره واستمر في القضاء فتره طويله لحد ما وصل سن الأربعين، فاعتزل الدنيا وساب القضاء واستقال، وراح يجاور في المدينة المنورة يشتغل كناس في مسجد النبي، وقال أنا هعيش بقية عمري، بقى كفاية عليا اللي أنا عملته في دنيتي، والحمد لله على كده أنا هعيش جنب النبي. ده القاضي أبو شجاع. فعاش في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يكنس المسجد الشريف ويصلي مع الناس ويعيش على الكفاف، لحد مرت السنين الطويلة. الراجل اللي كان بيكنس الحجرة الشريفة اللي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم مات، قالوا مين اقدم كناس هنا؟ قالوا له هو ده، فعينوه يكنس الحجره الشريفه اللي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ففضل بقى شغال هو يكنس الحجره الشريفه، وبقى ايه قاعد بقى بجوار النبي، وطال به العمر لحد ما وصل 160 سنه، لم يتكسر له سن ولم يوجع له مفصل. فكانوا يقولوا له يعني ازاي الحكايه دي؟ قال حفظتها في شبابي من الحرام فحفظها الله لي في الكبر. ومات عنده 160 سنة، دفنوه بجوار باب جبريل،
كان عمل زي ما تقول اوضه صغيره كده، كان يقعد فيها لازقه في المقصوره الشريفه، وعاش فيها. لما مات دفنوه فيها، فبقت الحجره دي لازقه في الايه، في المقصوره الشريفه، دفن هناك. لما اتسع المسجد دخل داخل المسجد، فمدفون لحد دلوقتي جوه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم، في مسجده اللي كان خارج المسجد قبل التوسعات. ده القاضي ابو شجاع، صاحب اصل الكتاب اللي احنا ناويين، عشان تعرف بس بركه المشايخ اللي احنا بنتكلم على كلامهم، وبركه الامام الشافعي معلومه، وفي حال حياتي حتى وبعد وفاتي ما زلنا ننتفع ببركته وبعلمه، جزاهم الله عنا خير. الامام ابن قاسم الغزي شرح غايه الاختصار شرح جميل سماه فتح القريب المجيب. وهذا الشرح الغزي نسبه لغزه، بلده غزه، فسموه ابن قاسم الغزي. لما شرحوا الشرح بتاعه عجب ناس كتير من علماء الشافعيه، فناس كتير شرحته، لحد ما جاء الامام البيجوري في القرن ال 12 الهجري، وراح شرحه شرح حلو وكرره على طلبه الازهر. بقوا يدرسوه الشافعيه بتوع طلبه الازهر، وصار هو المعتمد في فقه الشافعي. فاللي احنا بنشرحه بقى ده هو شرح البيجوري على ابن قاسم الغزي على ابي شجاع. فهمت بقى المسألة؟ لكن عموما الإمام الشافعي ليه أربع كتب، يعني مذهب الإمام الشافعي خدوها من أربع كتب بس. الإمام الشافعي ليه أربع كتب في المذهب، وكتاب واحد في الأصول سماه الرسالة. لكن الأربع كتب اللي هو فيها مذهبه كتاب الإملاء، وكتاب الأم، ومختصر المزني، والبويطي. المزني والبويطي دول رواة المذهب للإمام الشافعي. الإمام الشافعي ليه رواة مذهب كتير، منهم المزني، ومنهم الربيع الجيزي اللي على اسمه شارع الربيع الجيزي. ده من ضمن رواة مذهب الإمام الشافعي في مصر، وفي الربيع المرادي، وفي محمد بن الحكم اللي هو صاحب البيت اللي اتدفن فيه الإمام الشافعي حاليا. كان شيخ بندر التجار في مصر، لما جاء الإمام الشافعي اداله بيته وقال له اقعد فيه، استضافه فيه لما لقاه عالم كبير، وكان هو تاجر بس يحب العلماء، محمد بن الحاكم. فلما لقى الامام الشافعي علم واسع وجا مصر، اداله بيته اللي هو في حي الامام الشافعي الوقت ده، اللي هو بعد كده بقى مسجد الامام الشافعي، واخد بالك؟ وكان محمد بن الحاكم ده من حبه للعلماء وهو تاجر صار عالما وراويا للمذهب الجديد، الامام الشافعي، فهو ايضا من رواه المذهب الجديد، ودفن بجوار الامام الشافعي. يعني لما تروح تزور الامام الشافعي تلاقي الضريح اللي جنبه يقول لك محمد بن الحاكم، صاحب الدار بقى نفسها اللي هو المصري، راوي المذهب الجديد ايضا، واخد بالك؟ فروات المذهب الجديد كتير. واظن عبد الله بن مسلم الزنجي، يعني كتير، يعني رواه المذهب الجديد في مصر. المهم الامام الشافعي ما ترك لناش الا الام والاملاء والبويطي، اللي هو كلام الامام البويطي نقلا من ايه، مشافهه من الامام الشافعي كان يكتبه وراه، ومختصر المزني اللي هو برضو املاء الامام الشافعي للمزني عشان يكتب. ليه الامام الشافعي ابتدى يكتب ويصنف الحاجات دي؟ لانه لما جاء مصر لقى ان الليث بن سعد عالم اهل مصر، محدش دون علمه من المصريين، وبقى يسال على بقايا علومه وفتاويه، فوجدوا انه كان راجل فقيه جدا، لدرجه انه قال ان الليث افقه من مالك، الا ان تلامذته ضيعوه، يعني ما دونوش علمه. فالامام الشافعي لقى اهل مصر حلوين قوي، يحبوا العلماء ويرحبوا بيهم وياكلوا اكلهم ويتعلموا على علمهم وكل حاجه، لكن ما يكتبوش وراهم حاجه. فخاف الامام الشافعي لحسن يعيش الفتره بتاعته ويجي يموت يضيع علمه زي ما سيدنا الليث ضاع. فقضى فتره حياته في مصر تاليفا ليل نهار، وكان يسهر لحد الفجر يقعد يصنف ويكتب، واخد بالك ازاي؟ ويسرج المسراج ويولعه ويعمله ويقعد للفجر يكتب، ويجيب تلامذته ويمليهم، خايف لحسن علمه يضيع لا زي ما ضاع علم الامام الليث. فترك الامام الشافعي الكتب دي. جال محمد الجويني اللي هو مشهور بامام الحرمين، اللي هو شيخ الامام ابي حامد الغزالي المباشر صاحب الاحياء، جاب الكتب دي كلها بتاع الامام الشافعي، درسها واختصرها وشرح بعض الغامض فيها، وعملها في كتاب واحد سماه النهايه. كويس. قال الإمام الغزالي مسك كتاب النهاية ده وراح
شرحه في كتاب سماه ايه؟ البسيط، الوسيط. لا، سماه البسيط. وبعدين لما لقى البسيط ده كبير وبقى 7 مجلدات 8 مجلدات ضخمه، فاختصره في البسيط. وبعدين لقى البسيط برضه كبير، اختصره في الوجيز. وبعدين لقى الوجيز كبير، اختصره في الخلاصه. واخد بالك؟ كل دي كتب مذهب شافعي للامام الغزالي لوحده. جاء الامام الرافعي مسك كتاب الوجيز، لقى ده كتاب فخم قوي، حوى كل اراء الامام الشافعي واقواله الجديده والقديمه مع التعليل والتوضيح والادله وسبب اختياره لهذا الراي دون سواه، فلقى كتاب فخم جدا الوجيز. فراح الامام الرافعي شرحه واختصر. خدت بالك؟ اختصره وشرح، شرحه شرحين، شرح صغير ضاع في حال حياته ما نعرفوش، وشرح كبير سماه العزيز في شرح الوجيز. قال الامام النووي لما لقى كتاب العزيز في شرح الوجيز ده كتاب فخم قوي، اختصره في الروضه، والروضه مطبوع للامام النووي. خدت بالك؟ جاء الامام ابن المكر اختصر الروضه في الروضه. وهكذا ابتدى العلماء بعد كده مذهب الامام الشافعي يبقى ليه كتب كتيره ماشيه. واخد بالك ازاي؟ وجاء الامام الشافعي خد مختصر الوجيز، ما هو خد الشرح اختصره في الروضه، وخد المختصر للرافعي واختصره في المنهاج، منهاج الطالبين. خدت بالك ازاي؟ ده الامام النووي. يبقى الامام النووي ليه الروضه اللي هو مختصر الشرح الكبير، وليه المنهاج اللي هو مختصر الرافعي لكتاب الوجيز للامام ابو حامد الغزالي. احنا بقى بنقرا مختصر المختصر. انا بكلمك جد، يعني لو دورت كده تيجي في الاسانيد هتلاقي مثلا نمره 50 في الاختصارات. بس ايه؟ قال الامام ابن قاسم الغزي ده مختصر قوي، يا ده ايه ده؟ ده انت مش هتفهم حاجه منه، ده يا دوب كده نقط ورا بعضها. واخد بالك؟ فابتدى يشرحه شويه يبحبحه. فبحبحه في كتاب سماه فتح القريب المجيب. فلما لقوه حلو العلماء اشترحوه كتير، فشرحوا لنا الامام البيجوري، هو ده اللي احنا هنقراه. دلوقتي احنا قدامنا 10 دقايق، انا هقعد معاكم 8 ساعه 60 دقيقه. فاحنا فاضل لنا 10 دقايق على الساعه دي، هنقرا مقدمه الكتاب بس عشان يبقى اسمنا يعني دخلنا في الكتاب. الكتاب على فكره اسمه، يا ريت كل واحد يحرص انه يشتري نسخه. ها؟ هقول لك اهو، اسمه حشية الباجوري على ابن قاسم الغزي مطبعة الحلبي، جزئين. حشية الباجوري على ابن قاسم الغزي في مكتبة الحلبي في الأزهر. هو ما ها؟ أخونا ابن أحمد صالح هيجيب كميات هنا وتحطها هنا والناس تشتريها حتى. ينوبك ثواب، السبت الجاي. خلاص السبت الجاي هيبقى فيه اجزاء هنا موجوده، واللي عايز يبقى يشتري. اخونا احمد صالح هيفوكوا هم المشوار، ربنا يكرمه. احمد صالح يعني من ابناء، يعني بعتبره ابني، يعني متربي معانا في المنيل من زمان، وهو يعني صديق لاخونا ايمن عبد الله شحاته، فربنا يكرمهم بينا ويكرمنا بيهم. انت هتلاقي الكتاب ده لما تفتحه تلاقي فيه هامش وفيه كلام في القلب. الهامش ده كلام ابن قاسم الغزي، واخد بالك ازاي؟ وتلاقي الهامش نفسه فيه كلام بين قوسين وكلام خارج القوسين. الكلام اللي بين قوسين ده كلام ابي شجاع، يبقى اللي بين قوسين كلام ابي شجاع، واللي خارج القوسين كلام ابن قاسم الغزي، واللي في القلب شرح الشرح للبيجوري. خدت بالك؟ احنا بقى شرحنا ابن قاسم الغزي نفسه في قايتباي في المانيال في 3 سنين العبادات بس، في 3 سنين. يعني احنا اصلنا طوال النفس شويه، معلش ما انت تطول بالك، احنا ورانا ايه؟ واحنا طالب عندنا امتحانات، احنا عايزين نعيش كده نتعلم حلو. طول ما انت عايش في طلب العلم كده بتلاقي نفسك في رحمات، ولما بتاخده العلم ناقص بتفضل طول عمرك بتطبق، وبرضه في نوع من النقص. لكن لما توسعه بقى، احنا بقينا في سن اصلنا عايزين الحواشي، عايزين الحواشي يعني التوسعات، انما سن اطفالنا هم دول اللي عايزين المتون. الطفل يحفظ المتن، والكبير بيحب الحواشي.
عشان كده هتلاقي الطالب اللي في البكالوريوس بيذاكر من المذكرات، يعمل ماجستير يذاكر من الكتاب، يعمل دكتوراه يذاكر من المرجع، مش كده برضه؟ فهي الحاجه احنا دلوقتي بقى عايزين نذاكر مذاكره الماجستير. بعد ما نخلص الماجستير نجيب المجموع شرح المهذب 24 مجلد، دي الدكتوراه ان شاء الله. بس الاول نخلص الماجستير، لان احنا دلوقتي بنشتغل في مرحله ما بعد الجامعه، ما بعد الجامعه هي الماجستير والدبلوم، فان شاء الله ربنا يكرمنا. احنا في مقدمه هي كده كاتبها الامام البيجوري، فاحنا هنخش على طول في الكتاب نفسه. هنبتدي من اول صفحة 17 في الكتاب. اللي قبل 17 دي كلها مقدمة، انت اقراها لوحدك براحتك، يعني ما فيهاش مشكلة، مش هي دي صلب الموضوع. ولو لقيت فيها برضو اسئلة نبقى نناقشها، ما يجراش حاجة، نبقى نناقش عشان بس نستعجل شوية، اصل لو قرينا بقى كلمة كلمة على ما نوصل لصفحة 17 دي ان شاء الله يكون الناس جم الحج. فربنا يسهل لنا. فاحنا هنخش يعني ايه في صلب الكتاب على طول. بيقول هنا ده الامام ابي شجاع: سألني بعض الاصدقاء حفظهم الله تعالى، ده في هامش صفحة 17، أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله رحمة الله عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز. هنقرأ بقى الحتة دي نشوف شرح الإمام عليها بيقول إيه. الإمام البيجوري بقى سألني، أي طلب مني، والطلب يصدق بأن يكون من الأعلى أو الأدنى أو المساوي. لما يجي تملي من الأعلى للأدنى، الطلب لما يجي من الأعلى للأدنى يسموه أمر، ولما يجي من الأدنى للأعلى يسموه طلب أو دعاء، زي ما تقول ربنا آتنا ما وعدتنا، ما أنت كده ده فعل أمر من حيث اللغة، لأنه آتنا، لكنه طالما جاي من الأدنى للأعلى يسموه دعاء. لو جاي من الأعلى للأدنى زي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، جاي من الله إلى عباده يبقى أمر. طب إذا جاء من المساوي يسموه التماس، يعني بطلب منك لو سمحت افتح الكتاب، زي ما إحنا مع بعض كده زي بعض، أقول لك لو سمحت افتحوا الكتاب، ما تقولش الدكتور يوسف يأمرنا، لا ما بأمركوش والله، ده أنا بألتمس إن كنتوا تتابعوا معايا. ليه؟ لأننا في فهنا بيقول لك إيه؟ بين أن يكون من الأعلى أو الأدنى أو المساوي، لكن الأدب ألا يقال في نحو اغفر لنا ولا تؤاخذنا أمر أو نهي، بل ينبغي أن يقال دعاء تأدبا. قوله بعض الأصدقاء، يصدق هذا البعض بالواحد والمتعدد، والأصدقاء جمع صديق، وهو من يفرح لفرحك ويحزن لحزنك، هو ده الصديق. سمي بذلك لصدقه في محبتك. يعني الجدع اللي قاعد على القهوة يديك كل شوية سجارة وتلعب معاه طاولة، ده مش صديق لأنه بيضرك. حتى لو أنت سميته صديق، ده مش صديق. الصديق هو فعلا اللي يحب لك الخير زي ما يحبه لنفسه، ويحزن لحزنك. سمي بذلك لصدقه في محبتك، وضده العدو. يبقى الصديق عكسه ايه؟ العدو على طول.
وقال صلى الله عليه وسلم: قلما يوجد في امتي في اخر الزمان درهم حلال واخ يوثق به. يعني كل ما بعد الزمان كده وقربنا كده للقيامه، ربنا ينجينا، تلاقي الاصدقاء يقلوا قوي، نادرين وقليل الدرهم الحلال. تحري الحلال عباده بقت نادره في زماننا، فنرجو اننا نحييها مره اخرى. وقال الامام الشافعي رضي الله عنه: من طلب صديقا من غير عيب فقد اتعب نفسه. وانت ما تطلب صديق بقى تستر عيبه بقى، وانت عايز واحد معصوم يعني، ما انت كلك برضه عيوب. وعينيك ان ابدت اليك مساويا فقل يا عين للناس اعينه. ده كلام الامام الشافعي برضه، كان ليه اشعار جميله. الامام الشافعي كان ذواقه للغه جميل، وكان حجه عند علماء اللغه. كان وهو عيل كده عنده 6 سنين حافظ 1000 بيت من اشعار الهذليين. 1000 بيت من اشعار الهذليين. اشعار الهذليين دي تسمع البيت الواحد منها تقول ده لاتيني مش عربي. تعرفش حفظها ازاي. اللي هي اللغه العربيه بقى القحه اللي كانت بتتقال في القبائل قبل بقى ايه ما تبقى يعني مدببه ومنمقه بعد كده بكثره الاستعمال. وكان حافظها الامام الشافعي لانها بتبقى ادله في النحو والصرف. يقول لك ان العرب استعملوا هذا اللفظ في المعنى ده، ويجيب لك بيت الشعر اللي استعملوه فيه دليل. فكان حافظ 1000 بيت. درجة علماء النحو في عصر لما كانوا يجيبوا الأدلة يجيبوا الشافعي جنبه يقول القاعدة والشافعي يقول له البيت. كان يعني ما شاء الله قدر حفظه كان عالية الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. وكان أديب يحب اللغة العربية، وكان يختلف على ما جاء على 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 جلسات الأدب والفقه والبلاغة، وكان يعرض عن الفقه هو لسه عيل صغير. فقام أبو مسلم الزنجي كان عالم من علماء مكة، فلما شاف الإمام الشافعي نبيه كده قال له: يا بني لم تخلق من اجل هذا، تعال. خده من ايده وقعده في جلسه الفقه، وكل ما يشوفه بالادب ياخده من ايده وقعده، لحد ما الامام الشافعي حب الفقه فمشي بقى الامام الشافعي. لولا كده كنت هتسمع عن الامام الشافعي الاديب. فلو اشعار جميله الامام الشافعي. فقد اتعب نفسه، يعني من طلب صديقا من غير عيب فقد اتعب نفسه، ومن عاتب اخوانه على كل ذنب فقد اكثر اعدائه. وما تقعدش بقى كل قاعد على الناس على الوحده تعاتب الناس على كل حاجه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حسن العشره، كان يعني اذا اعجبه شيء اقبل اليه، واذا وجد شيء لا يحبه اعرض واشاح، كانه مش شايفه، كانه مش واخد باله صلى الله عليه وسلم. حسن عشره، مش يقعد في الحاجه اللي مش موجوده يبقى احلى. ولما حتى ينصح الناس يقول: ما بال اقوام فعلوا كذا وكذا. مش يواجه الواحد بعيبه وانت تواجه كده تقول اصل انا بقول للعور ورعور في عينه وعامل نفسك جدع. لا، مش هو ده الدين. الدين انك انت تكون حسن العشره وتنصح بس بدون ما تجرح، واخد بالك؟ انما اعور في عينه هتجرح؟ مفيش داعي في عينه، هو اعور وعنده عين واحده، تقوم تقول له اعور في عينه الثانيه تعميه خالص. فحب حب. ومن عاتب اخوانه على كل ذنب فقد اكثر اعدائه. وقال بعضهم: صاد الصديق وكاف الكيمياء معا لا يوجدان فدع عن نفسك الطمع. صاد الصديق وكاف الكيمياء معا لا يوجدان فدع عن نفسك الطمع. واما الخليل، يعني الصاد بتاع الصديق اللي جاي من الصدق يعني، والكاف بتاع الكيمياء اللي جايه من الكيف يعني، دول الاثنين دول صعبين قوي انك انت تعرف كيفيه كل حاجه وتجيب الصديق اللي هو صادق في كل حاجة. لا يوجدان فدع عن نفسك الطمع فما تطمعش. يعني اقبل الناس زيك انت، ما انت من الناس، على عيوبها ما انت معيوب. فهمت ازاي؟ ومشي حالك، تأنس بيهم ويأنسوا بيك وتعيش مبسوط وخلص. واما الخليل فهو من يفرح لفرحك ويحزن لحزنك وتخللت محبته في اعضائك. يبقى الخليل اقوى شوية من الصديق. الخليل تخللت محبته فيه. والحبيب من يفرح لفرحك ويحزن لحزنك وتخللت محبته في اعضائك. ومش كده وبس، ويزيد عن الخليل بانه يفديك بماله. وعشان كده لازم تبقى للنبي حبيب. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ان احنا نحبه ولا نصادقه ولا نخله؟ قال نحبه، وهي اقوى من الخله والصداقه. الحب ما فيش اقوى منه، انك انت تحب النبي اقوى من حبك لنفسك صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده ربنا بيقول ايه؟ النبي اولى بالمؤمنين من انفسه. شوف الايه دي جميله ازاي.
فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لك معنى الآية، لأن السنة تأتي مبينة وأحيانا تأتي مؤيدة وأحيانا تأتي مخصصة للعموم وأحيانا تأتي بحكم يلحق على حكم آخر وأحيانا تأتي مقيدة للمطلق وهكذا. السنة ليها أمثال، وكل واحدة من دي ليها أمثال، بس أنا مش عايز أطول عليكم. فالمحبة أفضل من الخلة وهو التحقيق، ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم حبيبا وكان سيدنا إبراهيم خليلا، عشان تبين بس الفرق بين مقام سيدنا رسول الله وسيدنا إبراهيم. ونقف على قوله حفظه الله، بس هقول لك حاجة كده أخيرة، أدام جبنا سيرة سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد والمفاضلة بينهما، الإمام الشعراني حكى في أحد كتبه، الإمام الشعراني مدفون في باب الشعرية هنا، جد عبد الوهاب المغني رحمه الله، ها؟ أيوة صح. الإمام الشعراني كان عالم كبير من علماء الأزهر وله مصنفات، ففي أحد كتبه بيقول إن في مصر طلع واحد كده أزهري في عصر الإمام الشعراني، قال إن سيدنا إبراهيم أفضل من سيدنا محمد، واستدل بالتشهد، إنك بتقول اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وتملي المشبه به أعلى من المشبه. انت ما اقول نورك ولا نور القمر، واخد بالك ازاي؟ يبقى انت يعني بشبهك، يتملي المشبه يكون ايه؟ اعلى، اقل من المشبه به. فطالما احنا بنقول كما صليت على سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم اعلى. فاستدل من التشهد على افضليه سيدنا ابراهيم على سيدنا محمد. ده الامام الشعراني بيحكي، يقول فقامت الدنيا ولم تقعد، واجتمع الناس والعلماء في جامع الأزهر وجمعوا الناس حتى يزيل هذه الشبهة من أذهان المسلمين، وأتوا بهذا الرجل المتعالم الجاهل وأجلسوا أمام الناس يناظرونه حتى يزيل هذه الشبهة من أذهان الناس. يعني إنك أنت تعرف إن سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق، ده دي عقيدة. لما تشك إن في غيره أفضل منه ولو من الأكابر، ده دي شبهة مش سهلة. شوف يقول لك قامت الدنيا ولم تقعد، انت بقى يعني ممكن تقول يعني ما جراش حاجة، ما هم كلهم حبايب، ما سيدنا ابراهيم ابو سيدنا محمد وزيتنا في دقيقنا والحكاية كده ونعمل فطيرة والكلام، ما ينفعش ما ينفعش ده. ليه؟ لان احنا امرنا بالنصح لسيدنا محمد، لما نيجي نخلي من هو اقل منه في القدر اعلى منه في القدر كأننا اسأنا ليه، واحنا المطلوب اننا نرد الاساءة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له تعالى هنا، ايه الدليل بتاعك قدام الناس؟ ده الامام الشعراني بيحكي، قال لهم التشهد والمشبه بيبقى على الكلام اللي قلناه. فقالوا له هذا ليس على سبيل القاعدة ولكن على سبيل الاعم الغالب، ولكن قد يكون للسبق الزمني، لان سيدنا ابراهيم كان قبل سيدنا محمد زمنا، واخد بالك ازاي؟ فكما صليت سابقا على سيدنا ابراهيم، وقالوا له ده أحيانا يأتي المشبه يكون أعلى من المشبه به من القرآن، وجابوا له دليل من القرآن عشان ياخدوها من قلبه خالص الشبهة دي. قالوا له إيه؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم، والذين من قبلهم كانوا بني إسرائيل، واستخلافهم كانوا على القدس بس أو على مدينة معينة أو على أمة معينة، ثم بعد ذلك ربنا نزع منهم هذا الاستخلاف واستخلفنا نحن بعدهم على القدس وغيره، وصرنا شهداء على الناس جميعا، وصار ديننا هو الدين الخاتم، وصرنا خير أمة خرجت للناس. فربنا شبهنا بيهم ونحن أفضل منهم بالإجماع، كنتم خير أمة خرجت في الناس للسبق الزمني، فليس هذا على السبيل. فالرجل لما سمع الآية دي ودي تاب وأناب قدامنا، وقف قدام الناس قال لهم تبت وأناب، سيدنا محمد أفضل والله العظيم، وهنا أطلقوا صراحة، واحنا كمان هنطلق صراحة ان شاء الله. نلتقي يوم السبت القادم باذن الله، يكون معاكم الكتاب ونبدا نشتغل باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله كماله بكمالك وعد كماله. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.